بسم الله. رجعنا الان لفقره الطبخ. هنا اثنين خالد نورنا المطبخ. الله يسعدك يا حتساعدنا في فقره اليوم. ايوه نبغى شوف شوف بدا الاكل. ترى احنا يا جماعه قاعدين نتفق قبل رمضان هو أوكي؟ يعني بس احنا تكون عارفين ما اتفقنا بس ندوق المكونات. اذا كذا عادي انا لعبتي تذوق ابوك باسل نص الوجبه تروح وانا ادوق ترى قبل ما تبدا. انا ادوق معاي تفضل. شكرا دقيقه شكرا ما غسلت يدي. لا بس صحتين صحتين. كيف انت والسلطات؟ هو لعبتي دقيقة سلطة فيها خلطة افوكادو عشقي اثنين نبغى الملح. نبغى الملح حركته صفق بس صفق بس صفق ترى يجيك من فوق. يلا نصفق جرب دقيقة واحد اثنين ثلاثة اوه كذا بس بسرعة وصل ملح. يا اخي هذه حركات مليون يا اخي والله مرة تعجبني. تبغى شيء ثاني؟ خلاص كفاية كفاية. طيب عبد الرحمن تعال حبيبي تعال صار كل معنا اقدر نخلص. اسمع جبته معنا. طيب الحين احنا بدنا نسوي لك اليوم. انا ايش بدي اسوي لك؟ ايش بتسوي؟ سلطه تونه. سلطه باستا التونه. كيف يعني؟ يعني عندي باستا حلو حطيناها تنسلق راح يجي معاها بصل طماطم فلفل حلو وزيتون. انت ما عندك زيتون حبيبي؟ بس يا شباب على فكره عشان اقول لكم ترى انا جاي خط من الخبر فالجوع الف يا أهل وانا ما اكلت. يا اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه. واخر وجبه اكلتها طبخ الوالده فمنافسه قويه يعني ترى انت تحظى كويس. اول شيء بشكرك انك جيت ما اكلت لان انت يعني هيك بتحط علينا ايش ضغط. ضغط لا وصراحه متحمسين طعميك يعني هذا فخر لنا طعمتنا يعني. انت سويت التونه هذا نص الشيء طاح يعني خلاص 50%. كويس كويس كويس. تمام. كيف الخبر؟ الخبر جميله الخبر. ان شاء الله تجونا انت وعبد الرحمن. والله لازم نيجي والله صراحه صح الشرقي صراحه لازم نيجي. حياكم الله في اي وقت. الله يحفظك. طب انا الحين دقيقه احترت انا اساعد مين ايش اسوي انا اطبخ بدالكم. تعرف تقطع؟ شوف تعرف تقطع ولا لا؟ اعطيني اسمع عليك كيف تعرف تقطع؟ قطع لي هاي البندوره. خذ هاي سكينه بدي اياها مربعات. هاي تشوفين لا شوف عاد مو انت مربعات اهم شيء تقطيع هو مو ما يهم الشكل. الحجم مش مهم. والله انت شغل عزاب شغل مبتعثين يعني متفوق فيها. لا يا باسل خليني اقول لك ترى انا تعلمت طبخات كثير في الغربه. ترى انا حالي من حالك ثنيان. انا حالي من حالك انا تعلمت اطبخ في الغربه. حسيت بحاجه اني انا اكون قاعد بعرف اعمل اكلي بنفسي. انا زيك واي مغترب حتلاقي عنده نفس هذا الوجع اللي جواه. بدي اتعلم اطبخ عشان اتذكر اكل البيت. حتى انا يعني تعلمت طبخ بس مو في الغربه يعني في المطبخ حق بيتنا. خذوني معاكم انا صاحبكم. طيب تكلموا معي شويه. طيب ليش كذا تحسون انكم انتم رهيبين عشانكم سافرتوا يا اخي؟ حتى انا رهيب زيكم. حفوز عليك يا واسل واثبت لك انه مو كل شيء في الغربه تتعلم وحتى هنا تتعلم كل شيء. طيب ثنيان سؤال كيف رمضان وانت مش مغترب؟ يمكن هذا اول رمضان يعدي عليك وانت رمضان رسميا صحيح. مش مغترب صحيح. صحيح صحيح. كيف كان رمضان الغربه اول شيء وكيف رمضان بدون غربه؟ اول شيء انت شباب جربتوا رمضان الغربه صح؟ انا جربته صراحه. جربته؟ انا الصراحه ما جربت. طيب خليني اقول لك عبد الرحمن يأذن المغرب الساعه 9 وشوي. 9 9 وشوي والفجر تعرف يأذن الساعه كم؟ كم؟ 2 وشوي. يعني انت ما عندك الا يا دوب 4-5 ساعات بس اللي تاكل فيها هذه. وهي وجبة واحدة انت تاكل تشبع خلاص. طب ما شاء الله كيف قدرت تتحمل من جد؟ هذا تحدي صح. كيف قدرت تحمل؟ الحمد لله يعني الله يعين. يا اخي رمضان ربك بيعطيك الطاقة صح صراحة. صح والصيام ربك بيعطيك الطاقة. بريطانيا كنا نصوم نفس المواعيد اللي انت حكيت عنها تقريبا يعني ساعات طويلة جدا الفجر بدري واقول لك شغلة صراحة المشكلة مش بس في الوقت المشكلة في انك يا اخي بدك تمضي وقت مع عيلتك رمضان صح هذا بس يمكن بس بوقت عليك شوي الناس اللي موجودين المغتربين زيك صح. كنت تعملوا تجمعات في رمضان؟ لا اكيد طبعا المسلمين الموجودين كانوا يتجمعون دائما في المسجد فطور وسحور وما يقصرون يعني دائما يجيبون الاكلات. ايوه احس يا اخي الروحانيات هذه كذا متجمعه لازم جمعه صح؟ ايوه تحس كذا يا اخي لها شعور حلو. اطبخ لهم؟ لا صراحه بس كنت اجيب من برا. طبخ لهم كان يحتاج له يعني لان عدد كبير يجي عدد كبير اي فيحتاج. شو طبختك او اكلتك الرمضانيه المفضله؟ اساسيه في السفره تحسها تشوفها تنبسط في رمضان؟ انا كنت دائما
طبخ خير يعني. كنت افتح اليوتيوب اكتب باسل ولا عبد الرحمن اشوف ايش. عجيب. لا لا اكلتك تقليديه يا اخي. لا شوف شوف بس خليني اقول لك في شيء انا مميز. رمضان العيله، رمضان العيله، رمضان العيله وفي البيت ايش هيك رمضان عندكم الوجبه اللي لو ما شفتها على الطاوله في مشكله. اي شيء تسويه امي احبها. باسل انا عندي طبخه اسويها اللي هي كبسه تون. كبسه تون. كبسه تونه. لا ها كبسه تونه. انا طبعا هناك ما يسموني ثنيان، صعب على جانب يقولون ثنيان فيقولون تون. سويت كبسه خاصه فيني اللي هي كبسه التونه. طب هذه اعطينا المقادير كيف. لا خلي اقول لك قصتها اول شيء. ايوه ادينا القصه. كنت في احد الكلاسات. حلو. طيب وسالوها انت من وين، انت من وين، انت من السعوديه وانت عندكم كبسه نعرفها الكبسه. حلو. لازم تذوقنا كبسه، اكيد تعرف تسوي كبسه سعودي انت. اكيد. ايوه. حلو. انا حدي كان اندومي وقتها. طيب. ما اعرف اسوي شيء ثاني. اوكي. قالوا نبغى كبسه، خلاص تمام الوكل ان شاء الله تجوني، قالوا الطلاب راح نجي عندك شقه. وبناكل كبسه. يعني انت وقتها تورطت. تورطت انا ما اعرف اسوي شيء، ما اعرف اسوي شيء. طيب فاقرب حل ادخل اليوتيوب طريقه تحضير الكبسه. حلو. شفت فيديو من هنا، فيديو من هنا، كل فيديو غير. انا افكر الكبسه طريقه واحده وخلاص. لا هذه طريقه غير وهذه طريقه غير. فقلت تعرف كيف؟ دام كل واحد يسوي على طريقته انا بسوي كبسه على طريقتك. كفو عليك. جو عندي الطلاب، جبت العيد بهارات، جبت العيد حطيت اشياء اضافه، شطه لبن، احاول اغير الطعم، كان مره ماشي، اول تجربه. طيب. اول طبخه. فلما ذاقوا قالوا احنا جربناها من قبل ما كانت كذا. هذه كبسه تون بس خلاص مشت. انا اضفت اشياء. هذه موجوده في الاسواق ولا لا؟ هذه لسه قريب ان شاء الله. لما تجون الخبر ان شاء الله تاكلون. خلاص ذوقنا اياها. تقول لي هذه كبسه تون خلاص ومسكت. ترى خلص قبلك عبد الرحمن. سالفه باسل. باسل انا خلاص اموري تمام. بس انا الصراحه ابغى اسبك لك الامور تمام لانه عارفك تحب الاشياء مسبك.